اسألوا كتاب التاريخ عن أسود نالوا الشهادة عشان وطننا يعيش. اللي ضحوا بدمهم مهما قلنا في حقهم كلامنا ما يوفيش. اسألوا كتاب التاريخ عن أسود نالوا الشهادة عشان وطننا يعيش. اللي ضحوا بدمهم مهما قلنا في حقهم كلامنا ما يوفيش. عن وحوش من بعدهم راحوا جابوا حقهم حلفوا يوفوا بعهدهم لو وقع واحد يلاقي في ضهره جيش. لو وقع واحد يلاقي في ضهره جيش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايوه ده بتاعت ايه دي؟ بدلة الضابط. هو انت ضابط؟ واحد ما بقاش يشوف كويس بعد الشر عليك. بدلة نور حبيبي. نور عيني. يا ام نور، ايه وفي حب كده؟ وحشني يا واد، وحشني. الغايب الحاضر. حاضر على طول، عمره ما هيغيب عني ابدا. يا رب دايما يا رب. هو وكل اخواته اللي زيه. امين. صحيح، ده انا امبارح دبيت حته خناقه. خناقه مع مين؟ مفيش، على الفيسبوك كنت بحكي في بوست عن شغلي ومتحمسه بقى ومهندسه في ذاتي، وكتبت ان شغلنا في العاصمه الاداريه الجديده هيغير شكل القاهره كلها، وان فعلا العاصمه دي بتحل مشاكل كتيره. صح. الله، طب ما عندك حق. طيب بس بقى، ودخل افندي باسم مستعار وقعد يقول كفايه تطبيل بقى، عاصمه ايه؟ مش في اولويات، والعاصمه دي معموله ليكي والامثالك اللي معاهم فلوس. ايه تطبيل ده؟ عايزني انا بقى ابو اسم مستعار؟ لو كان راجل بصحيح كان دخل باسمه الحقيقي. يا ست انت بتسخنيها بدل ما تهديها. اتعرفكوا انتوا الاثنين ان اسمه مستعار؟ واضح من الاسم يا بابا، بس بنتك بقى ما سكتتش. قلت له اولا انا طبقه متوسطه ومش مرفهه ولا حاجه. طب ثانيا انا مهندسه وشايفه بعيني حجم المجهود والجمال. ان شاء الله. ثالثا بقى انا وفاء توفيق، ابويا الجميل ده مدرس. نعم نعم. ابوكي؟ ما فيش امك؟ حبيبه ايوه جايين. ايوه. ماما الجميله دي موظفه في وزاره الصحه. حبيبتي يا بنتي. واخويا بقى ضابط في الجيش. ما بينامش عشان انت تقعد في امان كده وتفتح موبايلك وتقعد تتنور على خلق الله. لحظه واحده، ما جابتش سيرتي ولا بتهيألي؟ لا مش بتهيألك. هو انت قاعد معانا؟ احنا مش شايفينك اصلا. لا طبعا. وقلت له اخويا التاني بقى في كليه علوم وهيبقى احمد زويل الجديد، وعملت له بلوك في فيمتو ثانيه. ولسه لما اسافر اعيش بره، ده انا هتنطط عليكم تنطيط. بص يا حبيبتي، بصي انا بقول ايه للطلبه بتوعي خصوصا الصغيرين، دايما اقول لهم في ناس كده تلاقيهم عايشين في وسطينا بس شيطانهم بيوزهم انهم يكسروا مقادفنا، كارهين نفسهم وبيطلعوه على الناس، ومن كتر وز الشيطان بقوا شبهه. وزي ما الشيطان الاستعاذه بتخزيه وتخفيه وتخليه قد السبسبه، الجماعه دول بقى الشغل والبنى الانتاج هو اللي بيخزيهم ويحرق قلبهم. ايوه العمل، العمل عباده بيقربنا من ربنا يا بنتي. ايوه ايوه. بمناسبه العمل دي بقى، نعم. مش ناوي تحني علينا كده وتعمل لنا لقمه حلوه؟ يعني ولا لازم حضره الضابط يجي؟ في ايه؟ حضره الضابط كلكم حبايبي، بس هو بيبقى غايب وبيبقى راجع مشتاق لاكل يا حبيبي. يا حبيبي احنا عمرنا ما فرقنا بينكم انتوا الثلاثه. بس نور ده والله العظيم عجيب، طول عمره كده شايل همنا، ده بيبقى في سينا ويكلمني يقول لي مش عايزين حاجه، فاكر ميعاد الدواء، فاكر حقنه يوم الجمعه. ربنا يحميه يا رب، هو وكل اللي معاه. وبس بقى نهدى شويه علشان نشوف الاخبار. وانا هقوم اطبخ. يا موسى يا موسى. مشاهدينا نحييكم ونقدم لحضراتكم أهم الأنباء. ورد إلينا أنباء عن وقوع عمل إرهابي في شمال سيناء استهدف أحد الكمائن، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. يلي بترهب في القلوب
جهلك بيرسم طلتك وغشاوة مالية عنيك، قلبي بترهب في القلوب والغدر ساكن فيك، جهلك بيرسم طلتك وغشاوة مالية عنيك، فاكر حتنجب عملتك وان البحور تحميك، ساذج غلطت بحسبتك غرقان في جهل عميك، بلدنا ليها سطور تحميها من الارهاب، ارواحها على الاكتاف والجنة فتح الباب، ابطال في ظهرها شعب وبيوت بتدعي لهم، احفظ ولادنا يا رب عالغدر انصرهم. نور ان شاء الله خير. نور استر يا رب. استر ان شاء الله خير. استر يا رب. استر يا رب. استر ايوه عم بطرس. ايوه احنا لسه سامعين الخبر، بس طمني مفيش اخبار جات لحضرتك من مجدي؟ طيب تمام يا عم بطرس، انا لو في جديد هطمن حضرتك. ماشي مع السلامه. ايه قالك؟ ايه قالك؟ ايه سمع الخبر وما يعرفش حاجه؟ طيب معلش، خير ان شاء الله. نهدى شويه، مش عايزين توتر، اهدى شويه عشان ان شاء الله مفيش حاجة. ان شاء الله مفيش اخبار عندكم في البتاع ده؟ في ناس على تويتر بتترحم على الشهداء. في اسامي؟ لا بدور. استر يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. في حد يشمت في الشهداء؟ اعوذ بالله، مستحيل يكونوا بني ادمين. قلنا ما نركزش مع الناس دي. وانت مالك ومالهم؟ دول مش مننا. اللي يشمت في الشهيد ده زيه زي اللي خاب بلده ودينه وقتله. محدش يجيب سيرة القتل. اهدوا بقى. محدش يجيب سيرة القتل. مفيش قتل. مفيش قتل. ممكن كلنا نهدى شوية. محدش يجيب سيرة القتل. ابني هيجي. ابني هيجي. بطل من كل بيت تهز القلب سيرته لما يحكوا الناس عليه. بطل من كل بيت بيبقى فخر أهله. بطل يتباهوا بيه، سندهم حتة منهم وراح يخدم وطنهم، خبر يقلب كيانهم قلق بيعيشوا فيه، بطل وسبب أمانهم للوطن حارس حميم. ابني بخير، نور بخير، وهيجي وهياكل من أكلي. يا رب انت عالم بحالي يا رب، والنبي يا رب، والنبي رجعلي ابني نور بسلامة يا رب. انا غلبان ومليش غيرك يا رب، احرسه هو واللي زيه يا رب، اشوف فيه مكروه ابدا. سيئت عليك النبي حبيبك يا رب، انا ام ضعيفة، احرسه هو وزبحيه يا رب. وريني آية من نفسي بخير يا رب، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب، يا رب احمي يا رب. نور حبيبي صدق قلبي لما قال لي ان انت بخير يا ابني. عمر قلبك ما كدب يا ام نور. انا ما صدقتهمش، وقعدت احضر لك الاكل يا حبيبي. يلا غير هدومك وارتاح. أنا منعم يا أمي، مش مرتاح بس. طب يلا، يا أبوك قلقان عليك. أنا مش قلقان، أبوك قلقان عليك. يلا ناكل مع بعض الأكل اللي أنت بتحبه. لو على الأكل يا أمي، كفاية نفسك اللي فيه وفيا. أبويا راجل مؤمن ومرتاح وهيطمن.
انا لازم امشي. ايه تمشي؟ تروح فين تاني؟ تروح فين تاني وتسيبني؟ اروح سينا يا امي وارجع لك، واروح تاني وارجع لك، وافضل احوج يا ام نور طواف، وعمري ما هبطل. بس انا طول عمري بخاف عليك من الموت. خلاص يا امي، مفيش تاني ولا خوف ولا موت. الحمد لله مفيش موت، الحمد لله. يعني ايه؟ يعني عدى الموت يا ام نور، عديت الباب الكبير، واللي عديه ما بيموتش تاني يا امي. عديته ازاي؟ بتجيلنا لحظة يا امي وبنشوف فيها وبنسمع وبنتخير، واللي قد انه يدفع الثمن هيدفع وهيعدي وهيعيش. وانت دفعت الثمن يا نور؟ دفعت يا امي، ده انا طول عمري مستني اللحظة دي. وبعدين مش انت وابويا علمتوني ندفع وما استخسرش؟ عندي ايه اغلى من بلدي ادفع له اغلى ما عندي يا امي؟ دفعت وعديت وجيت ابشرك وامشي. جدع يا دناي، جدع 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 يا دناي. طيب خليك معايا شويه، انا مش هشوفك تاني يا نور، مش هشوفك تاني. طب أنا حي يا أمي، حي إلى الأبد يا أمي. أنا عارفة، أنا عارفة. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي. بالسلامة يا حبيبي ونور عيني. قلبي من وجعه بتحرق ناره فيا. بالسلام انا راضي عنك، مت راجل فخر ليا. دول مين اللي بيحرموا امي من روحها وضناها؟ دول مين في اي شارع واي انتوا اسفل سافلين؟ الو الو، حضرتك والد المقدم نور؟ ايوه انا. خير؟ مين معك؟ انا المقدم محمد الجزار، دفعة نور. طب ثواني يا ابني، ثواني، خليك معايا. استنوني استنوني استنوني. ايوه يا ابني. خير؟ ابن حضرتك المقدم نور نحتسب عند الله شهيد. طب يا ابني، انا عندي سؤال واحد لو سمحت، سؤال واحد بس. ابني مات؟ ابني لا، استشهد واسلحه في ايده وبيحارب ولا ايه؟ اطمن يا حاج، ابنك بطل، استشهد وسلاحه في ايده وهو بيقاتل. ايه ده؟
خلاص محدش هيعيط، محدش هيعيط، محدش هيعيط. أنا ابني حي، توفيق نور جالي وقال لي إنه حي. طبعا حي وأحسن من الأول. حي وأكتر من الأول. ما تعيطيش على أخوك. طبعا حي ابني حي يا توفيق. طبعا حي. طمني. أمال أنا سميته نور ليه؟ هو في نور بيموت؟ آه نور حي أكتر من الأول. نور حي، ما تعيطيش. بابا جه وقال ان النجاح هو التضحية. يا غالي قال لك النجاح يا حبيبي؟ قال ان النجاح هو التضحية. صح يا غالي. راجل ومراجل يا عم. يا غالي يا ابن الغالي تعالى. طبعا طبعا. هي سافر. ايه؟ مش هسافر. اللي عمل اخويا مش هيروح حاضر. انا هفضل هنا. البيت ده زي ما طلع البطل نور هيطلع نور تاني وتالت ورابع، وفي المدرسة كل يوم وانا برفع العلم مع الطلبة وحرفع العلم في شباك بيتنا وبصوت يرك الجدران وتزعل الاسفلت من مكانه، هنقول كلنا تحيا مصر، يعني تحيا مصر، يعني تحيا مصر، يعني تحيا مصر، غصب عن عين اي حد. عايشين في خير روح الشهيد اللي فدانا بنفسه، عايشنا في امان، ارواحكم زي الشمس بتنور وطننا وخلد على مر الزمان. عايشين في خير روح الشهيد اللي فدانا بنفسه، عايشنا في امان، ارواحكم زي الشمس بتنور وطننا وخلد على مر الزمان. خويا كل ام شهيد جينا نبوس ايديكي، ام البطل رمز الرجوله والجلد، ابنك وسام على صدرنا والفضل ليكي، ربيتي راجل يحمي الوطن ولا الاسد. خويا كل ام شهيد عيشتونا. استنى بس الراجل الحقيقي. عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب. فالعمل الدرامي دايما بيدي فرصة لينا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا، لكن بالطريقة ديت بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد ايه التمن اللي دفعته أسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين
يعني بقى اللي قدمته شهيد أو بقى مصاب. بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضو، هو شهيد ملو الدنيا برضو، لكن هم الأهل بيبقى طبعا فراق الابن أو الزوج أو الأب صعب. فأنا بشكركم الحقيقة على ده، وبقول لكم أنا الكلام ده قلته قبل كده، إن يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن في تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش. فأقل تمن ندفعه إن إحنا نحافظ على اللي هم ضحوا من أجله، اللي هم شبابنا، زينة شباب مصر من كل حتة، من جيش وشرطة وقضاء وحتى المواطنين العاديين، قدموا ده وهم يعني الكلام اللي قاله نور صدقوني كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه، اللي بيعيش معاهم حقيقة أو حتى صف ضباط والجنود بيقولوا الكلام ده، بيقولوه جوه مع نفسهم، لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة، فهم عايشين فكرة الشهادة وكده، فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر، والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش. الكلام ده هم بيقولوا صحيح. ولو أنتم رحتم شفتم الوحدات ديت سواء كان في هنا اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جوا سينا، هتجدوا الكلام اللي قالوا نور ده حقيقي، والأفلام اللي بتجيبه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشينه. عنده زوجة وعنده طفل محتمل لكن ما قالش هقعد لغاية لما الطفل يجي رجع، وده حقيقة بتحصل كتير. ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد، هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية واللي ممكن يقدم للناس ويقول لهم شوفوا دي بيوت مصرية، دي بيوت مصرية عادية خالص، متوسطة أو حتى أقل من متوسطة، يعني ما عندهمش غير نفسهم يقدموا أكتر حاجة يقدموها. بشكركم، متشكرين، شكرا جزيلا. واستنباطا من كلمة سيادتكم سيادة الرئيس، هذه هي رسالة الفن الذي يعد مسؤولا عن ترسيخ قيم ومبادئ وعادات المجتمع. يشير الفن إلى السلبيات على أنها سلوكيات منبوذة لا باعتبارها حرية وإبداعا. وفنان مصر ومبدعوها لديهم مسؤولية أمام الله بأن يرتقوا بأخلاق الأجيال الصاعدة، وكما يقولون إذا انهارت الأخلاق انهار المجتمع. ورحم الله شوقي حينما قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.